اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني. طي صفحة مباراة إيران ومواصلة المشوار سيومير في بجدية بإصرار بعزيمة الكبار، ولنا خير مثال وعبرة فيما حدث معنا في الكان هناك في الجابون. هزمنا في المباراة الأولى ولكننا عوضنا فيما جاء من مباريات أخرى. وأكيد كما قال سي عبد الحق يعني أنه هادو لاعبين محترفين ومتعودين، يعني متعودين هازم اليوم وغدا عاوتاني حاول باش ينطلق من جديد، لأن كرة القدم يعني هناك توالي المباريات، يعني ماشي نهاية ديال العالم. يعني حتى أنه القراءة يعني حتى مع المدرب لما غيرجعوا حتى القراءة تكتيكية يمكن يفيزيونيو الماتش من جديد، لأن لازم غيشوفوا الماتش وغيشوفوا غيلقوا أنه لم يرتكب ما ترتكبوش أخطاء كثيرة، يعني ما كانوش أخطاء، ربما الخطأ الأخير هو اللي جاب هدف، يعني كانت استحواذ، كانت يعني كانت أمور كبيرة، وهذا هو اللي تشجع. بحال اللي مع بديد تكلمت على أنه هذا عامل مشجع. عندي سؤال، أنا عندي سؤال فؤاد، نشاهد بوصفه من يجلس الى جانب القجع، ماشي العميد المهدي بن عطيه. التساؤل اللي ايضا اللي طرحت، وانا كنشوف الصوره في الموقع، يعني صدرات في الموقع الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ويعني تساؤل انا غير في الخطاب ديال اللي قريت البيان ديال الجامعه الملكيه المغربيه، يعني كنشوفوا ان فوزي القجع كيأكد على انه كان من الاولويات ديال الاهداف ديال الجامعه، وهو بلوغ المنتخب المغربي لنهائيات كاس العالم، وانه يكون ضمن افضل 32 منتخبا على الصعيد العالمي. المغرب يحضر نهائيات كاس العالم في وقت تغيب فيه قوى عالميه كبرى، ومن عندنا من اقصينا نحن هولندا والايفواري والغاني والجزائري، يعني منتخبات متعوده على المشاركه في نهائيات، ولكن هذا لا يعني ان التاهل لكاس العالم وان اصبح بالنسبه لنا نحن من غبنا 20 عاما انجاز، لا يعني بانه انجاز. لا نقول هو انجاز حد ذاته، لما نرى ان المغرب غاب على النسخ هذه 20 سنة ما تأتيش كأس العالم، يعني أن هناك، لا أنا كنقول بالنسبة إن إنجاز، ولكن إذا أردنا أن نبحث عن المادة الخام بالنسبة للمغرب كدولة وأن نبحث عن الإمكانيات المرصودة، لا أعتقد بأن التأهل لكأس العالم سيعتبر إنجاز. هو المغرب ليس قوة كروية عالمية، يجب أن يعني أن نقتنع بأننا لسنا البرازيل، لسنا ألمانيا، لسنا انجلترا، لسنا فرنسا، لا يعني لسنا اسبانيا. انا ما دخلتش معك في المقارنات، انا كنقول لك انه الان على مستوى قارتك انت تلعب تصفيات في افريقيا. غير باش نكمل الفكره انه يعني يجب انا شنو هو المطلوب الان؟ المطلوب الان ان كره او ان كاس العالم يجب ان تكون محطه دائمه للمنتخب المغربي، كما هو الشان انه يمشي. لما تمشي تنافس على كاس افريقيا الامم يجب ان تذهب لان تبلغ على الاقل المربع الذهبي، ان تحرز اللقب. لما تذهب الى كاس العالم انك تنافس منتخبات عالمية كبرى أيضا لأعدة الأعدة لهذا المنافس. الإحباط دابا علاش حنايا عندنا إحباط؟ يعني يمكن فريق ينهزم المباراة الأولى ويتأهل، وهذه وقعات في كأس العالم، مباراة افتتاحية فريق منظم عديد المرات. حنا الإحباط اللي عندنا هو أنه طحنا في مجموعة في إسبانيا والبرتغال، يعني لو كنا في مجموعة غير هذه ربما ما كناش نكونوا في هذا الوضع هذا. لهذا هذا هو، ويعني أن الناس متخوفين من هذه المباريات، مادام أن هذه الدول يعني عندها باع طويل وفازت بآخر بطولات أوروبية. هذا هو الإحباط للأداء. اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني.